مشتعلة لحسم أمر من سينال آخر بطاقة أوفر. رحل صوب ملعب إشبيلية رسميا بطاقة مؤهلة. الحديث مشاهدينا عن هذه المقاعد سواء في دوري الأبطال أو حتى في أوروبا ليج معنا هشام جدارة الحديث أكثر عن كل ذلك. هشام مساء الخير. مساء الخير. مرحبا. نبدأ أولا بعدد النقاط المسجلة مع انتهاء الليغا وحتى بقاء جولة واحدة للبرسا مثلا على مستوى صدارة الليغا، حتى مع هذه الجولة لو فاز لن يجمع أكثر من 90 نقطة، هذه أول مرة عدد النقاط لا يصل إلى 90 منذ 10 سنوات، هل هذا يؤثر على الصورة المعنوية للليغا في أوروبا؟ اوكي، ما تنساش بان ايضا برشلونه قبل في 2012 2013 وصلت الى 100 نقطه، اذا هذا من بين من تعطيك اشاره واضحه بان الدوري الاسباني من الدوريات القويه على الصعيد الاوروبي، وهذا دليل ايضا قاطع بان لن تتكهن من يفوز بالدوري الى اخر المطاف، الا هذه السنه فهو غير، فبرشلونة قد برهن قبل بأنه هو الوحيد الذي يتربع على 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 الليغا، ودائما الذي يعطي نكهة للدوري عندما تكون ريال مدريد قوية فأيضا يكون الدوري له حماس وله نكهة خاصة، إلا هذا الموسم فصراحة البرسا تربع على على عرش الليغا، وإلى درسنا آخر 7 سنوات فالفريق الذي فاز بالدوري فهو برشلونة 5 مرات، مرة للأتلتيكو مدريد ومرة للريال مدريد. أرحب بك بدوري هشام معنا هنا في الاستوديو، ونحن نتحدث عن برشلونة ونتابع لقطات تتويجه هذا الموسم بلقب الدوري. الحديث كان طويلا على المدرب فالفيردي بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، هل فعلا فشل برشلونة أوروبيا يختزل بين قوسين بالمدرب فالفيردي؟ كلامك صحيح، الفرق الكبرى أو الفرق موسم كذلك كم أثر تراجع صورة الليغا خصوصا مقارنة مع دوريات أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تصاعد بشكل كبير سواء بالنسبة أو أخذ دور الليغا، وكذلك أتلتيكو مع دور 16 وصولا إلى برشلونة. كلامك صحيح، كل حقبة لها أناسها، كانت قبل كان الدوري الإيطالي كان قوي آخر 10 سنوات أو آخر 7 سنوات، فلا ليغا تربعت على على كل شيء في الدوري الأوروبي والدوري الشامبيونز ليج، هذا الموسم غير، فحقيقة الدوري الإنجليزي وصول 4 فرق إلى النهاية فهذا يؤكد على قوة الدوري الإنجليزي، ولكن لا ننسى شيء، الفرق بين الدوريين هو الفريق، الدوري الإنجليزي الآن كثرة وحضور المدربين المحنكين العالميين، اختلاف آرائهم، اختلاف أفكارهم، اختلاف ثقافتهم الكروية أعطى نكهة وأعطى قوة للدوري الإنجليزي، وهذا صحيح. الدوري الإسباني وأنا تنكون حاضر مع المدربين في الجديد الويفا برو آخر مرة في مدريد، المدربين الإسبانيين أوكي حاضرين، أوكي الأغلبية 90% أو إلا ما نقول 2 مدربين اللي هم أجانب في لا ليغا، أغلب المدربين هم إسبانيين. أنا لا أقلل من لا ليغا، ولكن إذا كان وصول 4 الفرق الإنجليزية إلى النهاية نعم. فهذا تدل بأن قوة الدوري الإنجليزي كانت حاضرة. ابقى معنا هشام، سنعود إليك، لكن قبل ذلك أنهى أتلتيكو مدريد موسمه زميله المهاجم روجر مارتي سالفادور ثاني أهداف ليفانتي بفوزه على ضيفه ريال سوسيداد بثنائية نظيفة افتتح روبرتو روزاليس عند الدقيقة. هذا وغادر جيرونا رسميا دوري الدرجة الأولى بعد خسارته أمام تضرب جنبات فريق أتلتيكو مدريد الذي أنهى الموسم في المركز الثاني، مع توالي الأخبار عن مغادرة أسماء كبيرة على رأس غريزمان. هشام، أين ترى أتلتيكو مدريد في الموسم القادم وقد اعتدنا عليه في السنوات الماضية؟ لا ينافس فقط على لقب الليغا الإسبانية وإنما منافس قوي وشرس حتى في تشامبيونز ليج. انت من كلام سيميوني، فكما قال جاءوا لاعبين كبار وراحوا، ولكن الفريق الآن لا زال يلعب ويمشوا لاعبون وسيأتون لاعبون، والفريق سيبقى وسيمشي، هو واثق من العمل ديالو، وإن الفريق لا يبقى على لاعبين، ولكن دائما هناك تجديد
في المستقبل، هو متأكد بالعمل اللي غادي يسوي الموسم المقبل، فهو ما عطاش القوة وما عطاش أكثر من القيمة من اللاعبين. لاعبين عندهم وزن داخل الفريق، ولكن هو واثق من نفسه بأن سيأتون لاعبون اللي غادي يحطوا هذه الأماكن. وأين ترى القطب الثاني لمدريد؟ ريال مدريد الذي عانى كثيرا هذا الموسم، قام بتغيير المدرب، يعد مناصريه بالأفضل الموسم المقبل خصوصا بعد ميركاتو الصيف. نذكر أن الريال وكذلك برشلونة كريكورد أو كرقم قياسي ب 24 مرة في دوري المجموعات سيكونان موجودين الموسم المقبل. صراحة لم نفهم نحن من الخارج ولا أيضا محبين الفريق الملكي موسم كارثي بكل صراحة. لم يتعاقدون مع لاعبين كبار، تغيير ثلاث مدربين، وهذا من الأخطاء الكبيرة التي تسويها بفرق صغيرة. عندما تغير مدرب ولكل مدرب فكره كما قلت وثقفته، الاندماج مع اللاعب يعطل العجلة دائما، وهذا اللي وقع في ريال مدريد. ريال مدريد هذا الموسم لم يكن حاضرا ولم يعطي ذاك النكهة الفريق الملكي، الفريق القوي، الفريق الذي يلعب على الكؤوس والذي يلعب دائما على المراكز المتقدمة قيمة وقوة وكرة أيضا، ولكن كان غائبا هذا الموسم. والدليل لا في الكأس ولا في الشامبيونز ليج، ونعرف النكهة الفريق الملكي لم يكن حاضرا في العصب هذا الموسم. جمهور الريال يعتبرها استراحة محارب على كل حال وليست تراجع. هشام الفريق الملكي يمرض ولا يموت. هشام جدران محلل قنوات بي سبورتس، شكرا جزيلا لك على التواجد. شكرا، الشرف لي. هذا الحصاد مشاهدينا لا يزال متواصلا معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل. أسطى أجواء الاحتفال.